نعم، اليوم أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سحب المساعدات التي جهزتها لإرسالها إلى المناطق المنكوبة في شمال غرب سوريا بعد مرور 7 أيام من إعاقتها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته. كما تعلمون بأن الإدارة الذاتية منذ اليوم الأول للكارثة التي حلت على السوريين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 شباط سعت لجمع المساعدات وباشرت بتأمين المواد من أجل إرسالها إلى المناطق المنكوبة وبشكل خاص في مناطق شمال غرب سوريا وفي مناطق الداخل السوري أيضا، إلا أن تلك المساعدات تم إعاقتها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في تلك المناطق. أكرم، ماذا عن القافلة التي أرسلتها الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة، مناطق سيطرة الحكومة السورية، ودخلت عبر معبر التايهة؟ نعم، بعد مضي 8 أيام من بقاء القافلة في معبر تايحة دخلت منذ ساعات الأمس مناطق حكومة دمشق عبر معبر التايحة، إلا أن هذه المساعدات إلى الآن لم تصل إلى المناطق المنكوبة بشكل خاص في مناطق حلب في حي الأشرفية والشيخ مقصود ومناطق الشهباء أيضا. قامت بعض الجهود التي بذلتها الإدارة الذاتية تم إرسال أول قافلة من المساعدات تضمنت 100 صهريج من المشتقات النفطية، 60 منها سيتوجه إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق و40 منها من المقرر التوجه إلى الشهباء وحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، إلا أن هذه المساعدات لم تصل إلى تلك المناطق إلى الآن. هل هناك أي معلومات عن المساعدات التي سترسلها الأمم المتحدة إلى مناطق غرب البلاد المتضررة من كارثة الزلزال والتي أعلنت عنها مؤخراً؟ نعم، أعلنت الأمم المتحدة دخول 117 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لشمال غرب سوريا، إلا أن في الحقيقة الأمر هناك سؤال يجب طرحه، إلى أين، هل السؤال الأهم إلى أين تذهب هذه المساعدات؟ والمساعدات المقدمة للمنكوبين في سوريا ماذا حصل جراء هذه المساعدات؟ إلى الآن هذه المساعدات لم تصل إلى الأشخاص المنكوبين في سوريا بشكل خاص في مناطق جنديرس ومناطق في حيي الأشرفية والشيخ مقصود ومناطق الشهباء. هذه بحسب المصادر إلى الآن لم تصل هذه المساعدات إلى الأشخاص المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا. من جهة يتم السيطرة عليها من قبل الفصائل المسلحة والمرتزقة التابعين لدولة الاحتلال التركي، ظهرت عشرات المقاطع الفيديو التي تؤكد بأن هؤلاء المرتزقة قاموا بالاستيلاء على تلك المساعدات وبيعها في الأسواق، بالإضافة إلى أن المساعدات التي تصل إلى حكومة دمشق أيضا لم تصل إلى الأشخاص المنكوبين جراء الزلزال، يتم الاستحواذ عليها. خلال الأيام الماضية دخلت العشرات أو بل المئات من الشاحنات والمساعدات إلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، إلا أن تلك المساعدات تم توجيهها إلى سوق الإنتاج في حلب الواقع في مدينة حلب، وتم امتلاء مخازن مطار حلب الدولي. لم يتم توزيعها بشكل عادل على المتضررين حتى الآن. شكرا جزيلا الصحفي أكرم بركات على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من شمال شرق سوريا.